جرى اتصال هاتفي بين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وأخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة. وتم خلال الاتصال الهاتفي تبادل التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعين المولى سبحانه أن يعيد هذه المناسبة على الشعبين الشقيقين باليمن والخير والبركات وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالعزة والتقدم.